استقبل الشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس الجمارك سعادة السيد يوسف بن ابراهيم العبدان الرئيس التنفيذي للمؤسسه العامه لجسر الملك فهد وخلال اللقاء تم بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بالاضافه الى الخطط والبرامج التطويريه التي تسعى المؤسسه لتنفيذها مستقبلا من خلال استخدام التقنيات الحديثه بما يخدم مرتادي جسر الملك فهد ويسهم في دعم الحركتين السياحيه والتجاريه وتعزيز المصالح المشتركه بين البلدين الشقيقين.